ايه هو سويت اند ساور؟ حلو وحامض. حلو وحامض بتعمل سويت اند ساور تشيكن، سويت اند ساور فيل او بيف او شريمس او فيش، يعني منوع، يعني سمك يا جمبري يا فراخ يا لحمه اي حاجه. يلا نهرس حبه التوم عشان نعمل الصوص بتاعنا. نصلي على الحبيب. ادي حبه سكر براون وصلي على النبي. وادي التوم. شويه نصور، ممكن ياخد جزر، ممكن ياخد خيار. وكويس ان احنا لقينا تشاينيز نودلز اللي هي المكرونه الجلاسس نودلز. وناخد جزرتين هنا اهو، مش بس كده، هنحاول نقلمهم. البصلايه هنا عندي بدأت، قصدي في السكر. ادي توم. قول لي عكاك توم مع السكر. ادي بصل اهو، ادي عصير برتقال. اصحى بقى معايا. ادي باينابل جوس، عصير باينابل. ادي سمك يا قمر، شويه ليمون، وادي الكاتشب، حبه صويا صوص عشان تغمق لي اللون. ده السويت اند ساور. خل تفاح، وادي عصير الليمون ده، وادي كمان شويه سكر عشان ما تزعلوش مني. ده الصوص بتاعي، عايزه يغلي بقى، عايزه يغلي. ليه؟ هو اسمه سويت اند ساور صوص، يعني حامض وحلو، حامض وحلو. انا ببسط الامور، لكن هو ممكن يكون ليه يعني ايه ريسيبي تاني. باخد السمسم وباخد جنزبيل فريش، باخد حاجات كتيرة لأنه هو بيبقى طعمه جميل جدا. طيب كده خليه يغلي. قوم بقى ايه يا سيدي، بعمل كده اهو، شايف المنظر الحلو ده؟ بقول لي انت بتلعب يا عم؟ ما بلعبش. فلفل الوان، كله مكعبات. ادي اناناس يا ناس كده. لو عايز تديها خيار ما فيش مانع، مش هتقولك لا، عملية رابطة. نصلي بقى على الحبيب. ايوه كده بقى سويت اند ساور بمرض الله زي الكتاب ما بيقول. بعد ما حمرنا الفراخ تبلناها بشويه توم وصويا صوص ودقيق اهي، كله يتغلغل مع بعضه. ممكن تكون اخف من كده وممكن تكون افتح من كده.